اختفت العاملة بطريقة مخيفة جدا. لاحظوا لحظة دخول العاملة، في خلال ثواني فقط اختفت بشكل كامل ولا لها اي اثر، والمقطع ابدا ما توقف. حتى الفيديو كثير وشي يطير العقل، ما في اي تفسير للشيء اللي حصل هنا وكيف اختفت العاملة بشكل غريب، غير انه خلل في الحياة الواقعية، والمشاهد هذه اذا ما تصورت ما حد راح يصدقها. الاحداث هذه دائما تصير للناس.